ليه رح نبلش أولى فقراتنا لليوم بدنا نحكي فيها عن مصطلح كتير مهم هو العاطفة. هذا المصطلح يلي اختلف على تعريفه علماء النفس، ولكن يمكن القول أنه هو حالة عقلية تنتج عنها الإثارة والتحمس. من أمثلة العاطفة أو العواطف الغضب، الحزن، الخوف، الاستمتاع، الحب، الاحتقار، الخزي. وقد تعتبر هذه العواطف هي عن طريق تخرج عن طريق سلوك خارجي الظاهر أو عن طريق حالة فيزيولوجية داخلية. ومع مرور الإنسان بهي الأحاسيس هو أكيد أمر طبيعي، بل أنه من الغير طبيعي عدم تجربتها، ولكنها قد تدخل في منطقة الخطر عندما تتحول العواطف السلبية إلى حالة مزاجية. رح نحكي أكثر كيف فينا نوظف هاي العواطف بالشكل الصحيح، أو كيف فينا أنها ما تكون مأثرة على حياتنا بالشكل السلبي أو على شخصيتنا لحتى تضل شخصيتنا قوية ومستقلة، بالإضافة إلى الأحاسيس لازم نحن نوظفها بالمكان الصح. رح نحكي أكثر عن موضوع الاستغلال العاطفي معنا الأخصائية بعلم النفس غالية السعيد. أهلا وسهلا فيك غالية. صباح الخير. يسعد صباحك. صباحكم رواء يا رب. يسعد صباحك دكتورة غالية. يعني نحن دائما بالبداية بدنا نعرف هيك مشاهدينا عن موضوعنا، فبدنا نعرف شو هو الاستغلال العاطفي. تماماً يا صديقتي، فعلياً بالنسبة لمصطلح الاستغلال، أول ما بنتذكر أو أول ما بيورد هذا المصطلح على حديثنا أو على مسامعنا، فنحن فوراً نتوجه لمصطلح غير جيد، مصطلح خلينا نقول سيء، مصطلح نحن دائماً بنتعامل أو بنفكر أنه في أشخاص عم بتحاول تستغلنا أو عم بتحاول تاخد منا شيء هو غير بإرادتنا، أو عم بتحاول أن هي تستغل وجودنا، تستغل مشاعرنا، تستغل إحساسنا. فمصطلح الاستغلال العاطفي يا سيداتي هو طلع من فكرة أنه أنا استغل محبتي لإلك أو محبتك لإلي، وجودك ضمن دائرة حياتي، ابتسامتك اللي ممكن عم تهديني إياها، أي تصرف جيد عم يطلع منك، أي لفتة حلوة ممكن تكون عم تطلع منك لإلي، أي شيء أنت عم بتطلعي لي إياه لتكون ضمن دائرتي الخاصة، معناتها أنا شخص جاهز لاستغلالك، جاهز لاكتسابك، جاهز لاقتناص خليني أقول الفرص معك، جاهز لتشبيك الفرص معك سواء كنت رايدة أو مانك رايدة. المهم بفكرة أو بمبدأ الاستغلال العاطفي مع أي شخص مبدأ أنا أو لا يكون بعدي أحد. يعني أنا صديقة ليا، ليا بعرف أنه عندها كتير أشياء حلوة، فأنا بحاول استغل وجود ليا لأنه ليا يمكن معطاءة، ليا بتحب، ليا حدا شخصية ودودة، ليا شخصية بتحب كتير تساعد الآخرين، فأنا عاطفيا عم بستغلك، بكون يعني عم باخد طاقتك، عم باخد وجودك، عم باخد إحساسك، عم باخد محبتك، عم باخد حتى اهتمامك. خليني أقول فالاستغلال يا سيداتي بيبدأ من نظرة لينتهي بأعظم المواقف، هو فعليا من أسوأ أو أهدم العادات العاطفية اللي ممكن تكون موجودة، اللي صراحة تستغل وتستنزف الشخص ليطلع بنهاية أي علاقة شو من كان نوعها، فعلا مستنزف، فعلا بيعلن الاستسلام، بيقول فعلا أنا انتهت طاقتي مع هذا الشخص. تمام. خلينا نحكي، كل شخص هو بيمتلك مجموعة من العواطف، ولكن في أشخاص بيوصفوها صح وفي أشخاص يمكن بيوصفوها غلط، بيخلوا العالم تستغلهم بإظهارها لأشخاص غلط وبمواقف خاطئة. بالبداية بس خلينا نحكي كيف نحن فينا ننمي العواطف داخلنا، صفاتنا الحلوة نخليها هي تزداد، ولكن نخليها هي كنز هيدا لقلنا وقت اللي بدنا نحن نعطيه، وقت اللي بدنا نضل محتفظين فيه. كثير حبيت الفكرة اللي طرحتها يا سيدتي. أولا العاطفة هي أساس وجود الإنسانية، أي إنسان إذا ما عنده أي عاطفة لأي شيء إن كان، سواء لكائن أو لحتى لموقف عم تعملي، ما عندك عاطفة شيء اسمه أنت رغبة أو حب، فأنت بالتالي عم تصرفي تصرف هو خالي من المشاعر والإحساس. أنا كيف بدي أتأكد أو وظف عاطفتي تجاه هذا الشخص، أو أتأكد أساسا إذا كانت عاطفتي هي حقيقية أو غير حقيقية؟ هو بيطرد اللعبة الأولى تكون أساسية، إنه أنا أعرف يا ترى أنا المشاعر اللي عم حسها تجاهك هل هي مشاعر حقيقية؟ ترى وجودك أو موقفك اللي عم تعمليه معي هل هو موقف حقيقي ولا هو مبني على استغلال، ولا هو مبني على اصطياد فرص؟ طب أنا كيف بدي أعرف وظف لك مشاعري صح؟ كيف بدي أعرف؟ الفكرة بدي أعرف أنه أنا لما ما بيكون في موقف أو لما بيكون في هدف أو استفادة مني أنا إلك بشكل مباشر، يعني مثلا أنا وياك أصدقاء ولكن أنا ما عاد استفدت منك بشكل مباشر، لما بتروح الاستفادة منك بضل مشاعري لإلك مثل ما هي؟
انا وياكي رفقات، ولكن انت قطعتيني 4 ايام او انا قطعتك 4 ايام، بضل في هيك عاطفه بيني وبينك، بضل بسال عنك، بضل بيهتم امرك، ولا خلص مجرد ما غبتي عني فغابت المشاعر عنك والعاطفه؟ يعني هي فكره انه انا قديش بدي اوظف عاطفتي. في نقطه كثير مهمه ثانيه على الصعيد الاخر، في اشخاص مغدقه بعواطفها، يعني بتعطي عواطفها لاشخاص بيستحقوا واشخاص ما بيستحقوا، يعني نحن بنقول له التعلق المرضي العاطفي. اي شخص بيطلع بطريقنا بنحبه، اي شخص بيتبسم لنا بصير هو صديقنا الودود، اي شخص نحن بنقول له مرحبا او بيقول لنا مرحبا هو صار الانتيم تبعنا وبلشنا نغدق عليه بالعواطف والمشاعر، وبنكتشف بعدين انه هذا الشخص كان غير اختيار جيد. صحيح. وبيصدمنا الصدمه العاطفيه الاكبر، بيكون عم يستغلنا بهذا الموضوع، وبالتالي بتضيع العاطفه تبعك. ولما بتضيع العاطفه تبعك بتفوتي بدوامه اين انا؟ الانسان لما بتضيع عاطفته تبع انا مين؟ انا شو عم بعمل هون؟ انا وين وصلت؟ انا ليش هيك عم بيصير فيني؟ بتتجردي تماما من مشاعرك، بتصير عندك ابسط الحالات. نعم. هي صارت اسوء الحالات، وصرتي عن جد على مكان حيادي، يعني بتصير احلى الشغلات اللي ممكن تفرحك انت بتوقفي هيك بحاله الجمود، واصعب الشغلات اللي ممكن تعملك حاطك حاله الحزن انت كمان بحاله جمود، بتصيري بتسالي حالك انا مين؟ كيف وصلت لهون؟ مين هاد؟ شو عم يعملوا بحياتي هدول؟ انا ما عم بعرف اضحك، انا ما عم بعرف ابكي، انا ما عم بعرف اعمل اي شيء. نعم. يعني غاليه كثير من الاشخاص بيعرفوا انه هن عم يستغلوا عاطفيا ومع هيك عم يستمروا بالعلاقه، خوفا يمكن مثل نقطه حكيتيها انه هذا الشخص يبتعد عنهم او يتركهم. يعني في حال انه لا نحن فهمانين هذا الموضوع قد ايه مهم انه نحن من اول الطريق احسن ما يعني يصير شغلات ثانيه بمراحل متقدمه. يا سيدتي الكريمة لا تصدقي انه ابدا لما بتفوتي باي علاقة شو من كان عاطفية اجتماعية الا ما يجيكي اشارات تنبيهية تكون من الشخص الاخر بينك وبين ذاتك، انا متأكدة انه بيجيكي احساس انه هذا الشخص ما له مناسب، هذا الشخص عم يستغلني، هذا الشخص عم بيحاكيني لمصلحة، خليني اقول هذا الشخص بده مني شيء، مجرد ما اخذ هاي المصلحة رح يقول لي باي باي. طيب بس الفكرة اللي دائما بتكون براسنا وعم كثير عم تعمل ضوضاء انه انا ما فيني ضل بلا حدا، طيب خليني انا ابقى بلا حدا احسن ما ضل عم استغل واستهلك عاطفيا واوصل لمرحله الدمار الذاتي. يعني عن جد نحكي بتصيري مؤقته ذاتيا انك انت تدمري حالك بحالك لمرحله انه انت ما عاد عندك شيء تعطيه. نعم. خليني انا اصرف الاشخاص اللي موجودين عندي وبلا من الاستغلال العاطفي وبلا ابتزاز نفسي وبلا حاله انه اعمل لي لاعمل لك ساوي لي ساوي لك، ومعقول ما بتصدق انه انا بحبك او خليك لحالك، لو شوف مين رح يجي بدالي، حشوف مين حيحبك بدالي، حشوف مين حيتحملك بدالي. هي الكلمات اللي بسمعوها افضل من اني اوصل لمرحله اعلن التدمير الذاتي تبعي واحرق حالي كرمال اشخاص استغلوني واستنزفوني عاطفيا، وبعدين بنص الطريق قالوا لي احنا بنعتذر منك، فرصه سعيده تعرفنا عليك، بس يبدو ما في نصيب نكمل معك. هي الكلمات المستفزه اللي بيستعملوها معك وقت انت بتوصلي لمرحله انه انت ما عاد في عندك شيء تعطيهم اياه. خليني اقطع بنص الطريق وكمل لحالي احسن ما استنزف واحترق لحالي بدون ما حدا يشعر فيني. صحيح. تمام. غالية خلينا نحكي بنقطة، في كثير من الأشخاص ذكرتي من شوي إنه هن بحاجة لبعض العواطف، فهن بيصيروا بيقدموها بشكل زيادة للأشخاص. تمام. المقابل لهم وبينتظروا هي العواطف إن هي تنرد لهم. هون يمكن وقت ما بتنرد لهم بصير عندهم مثل صدمة بينهم وبين حالهم، بينهم وبين شخصية بتتزعزع شخصيتهم. هون كيف فينا نحمي شخصيتنا وكيف فينا نحن نعمل كنترول حتى الصبايا والشباب بعمر صغير بنلاقيها هي الصدمة كتير بتكون بعمر المراهقة كمان، كيف فينا نحن نعمل كنترول أو نعلم أولادنا يعملوا هاي الكنترول، وأي مشاعر ناقص جوات الإنسان كيف فيه يفرغها بشكل صح؟ كثير حبيت الفكرة وحبيت السؤال، شكرا لك لطرح هذا الموضوع. اولا يا سيدتي المصطلح اللي عم تضيفي فيه هو مصطلح اعمق صار من موضوع العاطفة. لما انا شخص بدي اكون بس عم اغدق عاطفة، انا بحبك بس بدي اياك تضلي جنبي، بس خليكي معي، خليكي صديقتي، خليكي حدا قريب مني، انا هون عم وصل لك نقطة كثير مهمة، انا بمرحلة اسمها الهشاشة النفسية، انا بمرحلة في عندي مطبات نفسية، انا بمرحلة بعطيكي انه انا متعلقة فيكي بس انا عم حاول داري الضعف اللي عندي بتعلقي فيكي. غالبا مثل ما قلتي كمان
نقطة كتير حساسة، مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة بالنسبة كشباب أو كصبايا هن أساساً بيطلعوا في عندهم مرحلة التشتت العاطفي. أنا ما بعرف شو يعني عاطفة، ما بعرف شو يعني حب، ما بعرف شو يعني إعجاب، ما بعرف فرق بين الحب وبين الإعجاب، ما بعرف إنه هذا الشخص اللي أنا عم شوفه في عندي قدر معين لأثبت إنه أنا معجب فيه ولا حابه، معجب فيه ولا هو شخص يعني لي لازم يكون موجود عندي. فهن بفوتوا بهي دوامة المصطلحات، لذلك بينصدموا مثل ما قلت الصدمات الكبيرة، وفعلا بتترك عندهم شروخ نفسية كتير عظيمة. يعني هلأ إذا بنرجع لكتير أشخاص بيقولك أنا حب حياتي طبعا مراهقة هلأ تارك لي ندبة بنفسي، أنا بقوله لأنه مو الحق عليك، حق على الأشخاص اللي كانت عم تصدر لك المصطلحات. ما بدي كتير لوم الأهل، بس إن نحن للأسف كتير عندنا كتير هيك مصطلحات مداراية، إنه أوعك تحب، أوعك هذا يمكن عيب، العاطفة عيب، ما تأرجي حدا أنك بتحبه. كتير عندنا نقطة مهمة، أوعك تقول لحدا أنا بحبك، لا تروحي لعند حدا تقولي له أنا بحبك، لا تعمل كذا. أنا ما بعرف شو المشكلة بالموضوع، يعني إنك إذا أنا بحبك وين المشكلة قلت لك أنا بحبك، وين المشكلة إذا قلت لك أنا كتير بحب شخصيتك، وين المشكلة إنه قلت لك أنا معجبة بحضورك، أنا معجبة بتيابك، أنا معجبة بشكلك. ما في أي مشكلة إذا كنت أنا مختار الشخص الصح. علمونا نختار الشخص الصح، وبعدين علمونا نعبر عن عاطفتنا بشكل صح، مشان ما نجيكم بكوارث نفسية ونقولكم أنا مدمر، أنا ما عم بعرف حب، أنا مختار غلط، أنا واقع بحفرة نفسية وما حدا عم يعرف يطلعني. مشان وقت يجي الشخص الصح ما نقول له أنا بعتذر ما فيني أرتبط فيك لأنه أنا ما عندي مشاعر لإلك. يمكن غالية نحن أضأنا على نقطة كتير مهمة. خلينا نشوف نحن علاقة الشخص، خلينا نقول النرجسي بالاستغلال العاطفي، قديه شخص النرجسي هو بحب يستغل عاطفيا لأنه عنده الأناهية جدا عالية. خلينا نحكي عن الشخص النرجسي وارتباطه أو الوثيق بالاستغلال العاطفي. للأسف أنت عم تتحدث يعني فئة كتير صايرة كبيرة هلأ وموجودة وعم تتكاثر بصراحة وعم تتباهى بنرجسيتها. ما بعرف مين موصل فكرة أنه أنت لما بتكون نرجسي معناتها أنت الإنسان الصح. ما بعرف مين عم يخلط بين فكرة النرجسية والثقة بالنفس. كيف عم تختلط المصطلحات بين الغرور والثقة بالنفس وتقدير الذات وبين أنك تكون شخص نرجسي. نرجسي يعني أنا أتغذى على ضحايا، نرجسي يعني أنا أتغذى على وجودك، أتغذى على إعجابك فيني، أتغذى على مديحك لإلي. طول ما أنت أحد الصف الأول من جمهوري اللي عم بتصفقي وعم بتهللي لنجاحي وأنت المعجبة والمبهورة دائما فيني، فأنت ضحيتي الأولى اللي أنا بتغذى عليكي. مجرد ما أشعر أنه أنت بعدتي عني شوي أو شفتي حدا تاني هللتي له أكتر أو صرتي تميلي لشخص تاني، فأنا رح أستغني عنك، رح أستغني عن كل المشاعر الحلوة اللي كانت بيني وبينك، ورح أضرب بعرض الحائط كل شيء كنت عم بتكني لي، ورح أقول لك باي باي، صار في حدا تاني غيرك أولى منك أني أنا أتغذى عليه. ما بعرف شو فكرة الموضوع أنه أنا كل ما كنت أنا أكبر أو مسيطر أكتر أو فارض هيمنتي أكتر أو آذي العالم أكتر معناتها أنا شخص واثق بحاله أكتر. موضوع وإدراك الثقة بالنفس أو كسب محبة الآخرين ما له علاقة أبداً بإني أنا أكون أعزيكي، موجعك، جارحك، مستغل وجودك، مفارض هيمنتي عليكي. لا، إنك تحبيني أو إني أزرع محبتي بقلبك، إنك تحبيني مثل ما أنا، بضعفي، بقوتي، بتقبلي، بلا تقبلي، بكل حالاتي، بس مو تحبيني بس وقت تكون أنا ناجح، وقت بعدي عني شوي إلك أنت ما بقت تلزميني، حشوفي غيري صار أفضل لك بالنسبة لإلي. موضوع النرجسية بالنسبة للاستغلال هو للأسف أنا ما كتير بستعمل هاي الكلمة بس هي صارت واردة. نحن ضحايا للشخص النرجسي لأنه بنكون منغزيله لأنا تبعه. يشو حلو، يشو ناجح، يما أحلاك، يشو ظريف، بطلي تهللي له شوي، شوفي شو حيعمل فيكي، رح يرميكي رمي كتير بشع، حيبعد عنك ولو كان أقرب أصدقائك، حيقلك أنت للأسف انتهت صلاحيتك عندي، فدور على غيرك. نعم. بالختام غالية، كيف فينا نقول للأهل كيف يربوا أولادهم من ناحية المشاعر، كيف يقدموا المشاعر الصحيحة، وكيف إذا صار في فائدة من المشاعر وين يفرغوها الأبناء؟ أول شيء يا سيدتي لازم نعرفهم أو نفهم لهم وصلة أن المشاعر هي حقك الطبيعي، والإحساسات اللي عم بتحسيها هي حقك الطبيعي جدا ولازم تعبري عنها. الحب بحياته ما كان عيب، والإحساس بالمشاعر ما كانت حرام أبدا ولا بأي شريعة. الإنسان تعريفه هو حب، نقطة وانتهى. لما تطلع عندك أي مشاعر، عندك طفل، عندك مراهق، عندك أي إنسان، خليه يعبر عن مشاعره بطريقة حلوة. لما بتقولي لطفلك أو للشخص اللي موجود معك أنا بحبك، أنا بقدر مشاعرك، بقدر الإحساسات اللي بتصير معك، نعلمه كيف يعبر عن هاي المشاعر. مو كل شخص بيطلع بطريقة أنا بحبك والحب هو معناته أنه لازم عيب وخبي المشاعر وما لازم حدا يشوفك وبعدك صغير وبعدك لا. أول شيء خليه يعبر عنها، بعدين نوضح له مين الأشخاص اللي بتستحق
هي المشاعر، كيف لازم نختبر مشاعر هي الأشخاص إلى وقت محدد لأقول إنه هي مشاعر إعجاب ولا مشاعر حب؟ حقك طبيعي إنك تحب، وحقك طبيعي يكون عندك عاطفة، وحقك طبيعي تعبري. والأحلى من هذا لما بشوف شخص حلو إله أنت حلو، لما بشوف شخص معجب فيه إله أنا معجب فيه، نعم إله أنت هيك أنت هيك أنت هيك، يعني عبر عن مشاعرك، لأنه بحياتك تعبر عن المشاعر العاطفة ما كان ذنب نحن عم نتعاقب عليه للأسف فيما بعد. صحيح. يعني غالية نحن بدنا نتشكرك كثير، وإن شاء الله حياتك تكون كلها سعادة وهنا وعواطف كثير حلوة. ميرسي لك ونهارك صباحكم سعادة. نتشكر وجودك معنا دكتورة غالية اليوم على الموضوع كمان المهم يلي نحن ألقينا الضوء عليه وحكينا جزء بسيط، يمكن يكون عندنا حلقات تانية لنقدر نحن نحكي أكثر ونتوسع. نورتي صباحنا وأهلا وسهلا فيك. صباحك، شكرا. أهلا وسهلا.